السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيكم العافية. شو عم تعملوا؟ هاي نحن جايين لهون نطلع مظاهرة، ونحن تعودنا انه ما بنطلع مظاهرة الا بسندويشة وبناخذ 500 ليرة. نحن متعودين هون ما نطلع مظاهرة الا ما ناخذ 500 وسندويشة فلافل بحبي، والا ما بنطلع. ليش نحن عم نطلع؟ ما عندنا قضية ولا عندنا شيء، بقى قلنا بنجي من السلة هون. يعني هذا النظام اللي عم يضحك على هاي الناس والمؤيدين، معقول يعني هاي ال 500 كلفتني اكثر من قيمتها انا اليوم طباعه؟ الله ينتقم منك ما اجحشك. طبعا مثل ما نعم نشوف الشعب السوري هون في مدرج المشتل بمدينة إدلب عم يذكر النظام السوري كيف ضحك على موالي وعلى مؤيدي انه المتظاهرين عم ياخذوا 500 ليرة سوري من اجل الخروج بالمظاهرة، وهي ما هي الا اضحوكي واكذوبي يعني مارسها النظام بحق مواليه. يا خايف بس هاي ما فيها حبي، الله يطول لي عمرك معليش. وهاي وحدي كمان لانيتك جيت معنا. بس يحيديك بس. وهاي وحدي للشاب اللي معك على المظاهره. ان ما شفتك بالمظاهره مرت الجاي ما في سندويش. قرب يا مندس، قرب يا مندس، قرب.